يعني وبعدين على هالحالة؟ لأمتى بدك تضلك قاعد بخلقتي هيك؟ لا شغلة ولا عملة؟ نزل اتحرك، نزل افتح الدكان، يعمل لك أي شيء. لك يا نوال شو بدي أعمل؟ إذا كل الشغيلة اللي عندي بطلوا وأنا ما عاد معي مصاري اشتري بضاعة للدكانة. حبيبي هي مو مشكلتي، البيت بده مصروف، بده أكل، بده شرب. ولا مفكر الجواز بس للشو اسمه؟ قوم اتلحلع اعمل لك شي شغلة. لك شو بدي اعمل يا بنت الحلال؟ عم اقول لك ما عاد معي مصاري شيء. طيب انا رح اعطيك مصاري، بتجيب بضاعة وتشغل دكانتك. هو انت من يدك جيبي مصاري؟ كنت قايمتهم من زمان لوقت العازة. هلا انت شو بدك؟ بدك العنب ولا تقاتل الناطور؟ لا 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 اكيد بدي العنب. ومصرياتك بيكفوني يجي بضاعة؟ اي شو بيعرفني، خلص دبر حالك فيهم. بس يعني انا عندي شرط. وشو هو هذا الشرط؟ بتسجل نص الدكان باسمي. ها شو قلتي؟ شو هاي سجلت نص الدكان باسمي؟ يا شباك شو في يا حبيبي، ما في شيء تقبرني. يعني الدنيا فيها حياة وموت، بعدين يعني شو فرقت بيناتنا؟ لإلك إلي والإلي إلك. فشو قلت يا حبيبي؟ شو قلت؟ خلص ايه موافق. تقبر قلبي إن شاء الله. معناتها رح جيب لك المصاري، تنزل بتجيب البضاعة وتشغل الدكانة ومنقول يا رب. الدكان فاضي بنوب، وهي خسرت كل زبايني. معلش هلا بهدول المصاري أمن حق الكرستا، وما عاد في غير انه أمين شغيلة. والله أحسن الشي رجع أبو صطيف ومعن وراضيهم ويرجع الشغل مثل ما كانوا أحسن. خالي هاتي هاتي أنا بكمل. لا حبيبتي والله ما بدي عزبك. لا يو خالتي عذابك راح تقبريني. تقبري قلبي، لكن أنا هروح على شغلي. ليش بتشتغلي خالي؟ يا بنتي أنا بشتغل بخدمة البيوت، بساعد سعده مصروف البيت، وبدنا ندبر حق الدواء لعمك أبو سعده. الله يقويك يا رب. خلص خالي روحي لشغلك وأنا بهتم بالبيت وبجهز الطبخة. بس هذا تعب عليك تقبريني. لا يو أنا مو صرت وحدي منكم، أنا مو صرت وحدي من أهل البيت. أكيد إن شاء الله وأعز يا روحي. معناها لازم ساعد أهلي. خلاص أنت تيسري لشغلك وأنا بهتم بالبيت وبهتم بعمي أبو سعده. الله يرضى عليكي، لكن أنا رايحة ألبس وروح على شغل. يلا الله يقويك يا رب. حبيب هيك ألاقي خلينا نتفرفض ناخد راحتنا شوي أنا وياكي. أعطيته مصاري مشان يفتح الدكانة. وليش تعطيه مصاري؟ يو شلون ليش؟ بده يجيب بضاعة. وأنا ما قلت لك ما معي ولا مثلك. معي قرشين دبر حالك فيهم لبين ما تصير الدكانة طالع غلة. يعني على أساس هو حيعطيك الغلة كلها؟ ولو حبيبي أنا شارطته يسجل نص الدكانة باسمي، يعني نص الغلة لإلي. لك إن شاء الله بتقبري لقلبي على هالمخ الذهب اللي إلك. لك أنا لولاكي شو بيصير فيني؟ عم حاكيك لتعرف. صحيح شو أخبار هاي المقوصة؟ ما عاد سمعت عنا شي، وين صارت أرضيها؟ مين قصدي؟ منى أختها لتامر. هاي سمعت قاعدة عند هذا الأبئيبي الزبال، انت شو عم صاير عنده؟ يو يعني لساتها بالحارة؟ نحنا ما لازم نخليها بالحارة تكة واحدة، وجودها خطر علينا يا عزوز. بكرة بتجي بأي لحظة بدها حصتها من البيت والدكانة وبتعمل لي وجع راس. مزبوط معك حق. مشان هيك لازم نلاقي لها دوبارة نطالعها من الحارة، وإذا لازم الأمر منطالع بيت أبو سعد وكلهم. هدول جماعة درويش وما لهم ظهر يحميهم. وأنا مستعد شو بدك وأنا بنفذ. ركز معي منيح، لازم نطالع عليهم حكي يخلي أهل الحارة يقاطعون وينفروا منهم، ومنضيق عليهم ساعتها بيهجوا من الحارة وبياخدوا معهم منى ونخلص منهم كلياتهم. تمام يا عمري،
هي شغلة تركية علي، والله لخلي لك سيرته العرسان كل أهل الحارة. عيني عليك، تقبر قلبي إن شاء الله. ولو يا عمري